أعزائنا متابعي فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم في نشرتنا الأسبوعية، وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. أمسيات مريمية في عيد انتقال السيدة العذراء. 700 شخصية إعلامية يلتقون في مهرجان الأردني للإعلام العربي. انطلاق المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك في الأردن. المنسق الحكومي لحقوق الإنسان يؤكد أن الشباب هم الأساس في مكافحة التطرف والإرهاب. أهلاً بكم. بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، أحيت جوقة الأردن البيزنطية أمسية مريمية في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في أم السماق، كما أقامت جوقة كنيسة رقاد السيدة للروم الأرثوذكس في المفرق أمسية مريمية بمشاركة جوقة المجد الأرثوذكسية في إربد. التفاصيل في التقرير التالي. برعاية مدير جمعية الكاريتاس الأردنية وائل سليمان، أقيم في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق أمسية مريمية أحيتها جوقة الأردن البيزنطية بقيادة المرنم حسام حداد. وبحضور الأساقفة المطران إيلي حداد المدبر الأبرشي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، والمطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع من المؤمنين، قدمت الجوقة عددا من التراتيل البيزنطية والغربية، شاركهم بها الفنان الأردني أسامة جبور والعازفان الدكتور إلياس جريسات وحران حجازين. وفي ذات السياق، أحيت جوقة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في المفرق أمسية مريمية بقيادة المرنم الأول في شمال الأردن الدكتور رامي سماوي. وبرعاية الوكيل البطريركي في شمال الأردن المطران فليمنوس مخامرة، وبحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع المؤمنين، قدمت الجوقة لوحة إبداعية من التراتيل البيزنطية، شاركهم بها جوقة المجد الأرثوذكسية في إربد وعدد من مرتلي محافظات الشمال. Call
البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة النعمة. محافل الملائكة وأجناس البشر، أيتها الهيكل المتقدس. وفي ختام الأمسية التي قدم خلالها العديد من كلمات الشكر، سلم المطران مخامرة دروعا تكريمية للجوقات المشاركة. احتفلت رعية كنيسة القديسين قسطنطين وهيلان الملكة للروم الأرثوذكس في مرج الحمام بعيد التجلي حسب التقويم الشرقي، حيث ترأس قدس الأب إلكسوس قاقيش راعي الكنيسة الصلاة بحضور جموع المؤمنين ومرتلي الكنيسة. وفي عظة القداس تحدث الأب قاقيش عن عيد التجلي الذي يعد من أهم الأعياد الروحية التي تحتفل بها الكنيسة الأرثوذكسية. لماذا تجلى الرب يسوع؟ وماخذاً معه ثلاثة رسل، ولماذا ظهر موسى وإيليا؟ ليثبت للجميع أيها الأحباء على أنه هو ليس نبي لا مثل موسى ولا مثل إيليا، ولكنه هو إله موسى وإله إيليا، وأنه هو الذي تكلم عنه الأنبياء، وأنه هو المسيح المنتظر مخلص العالم. تجليت على جبل الطبور من أجل خلاصنا، شفاعتكم كالقديس الكلية الطاهر بريم الكلية أبانا الأبرار نشحنا بالله على القديسين العظيمين كجيم الله والمعارب ورسل قسطنطين وإلهي والقديسين الصديقين جد بن سيفي محنة وتذكار عيد تجلي ربنا وإلهنا خلاصنا يسوع المسيح وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بأنك صالح وموهوب للبشر. مندوبا عن سمو الأميرة ريم علي، افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني فعاليات مهرجان الأردن الثالث للإعلام العربي، دورة النهضة العربية الكبرى بمشاركة محلية وعربية واسعة. إلى التفاصيل. بحضور أكثر من 700 شخصية إعلامية وفنية عربية يمثلون القطاعين الرسمي والخاص، وبالتعاون مع اتحاد المنتجين الأردنيين وجامعة الدول العربية
افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة الدكتور جواد العناني فعاليات مهرجان الأردن الثالث للإعلام العربي. وفي بداية الاحتفال قال الدكتور العناني إن هذا المهرجان يكتسب أهمية خاصة هذا العام لتزامنه مع احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى، إضافة إلى أهميته كونه ينعقد في ظل التحرك العالمي والعربي لمواجهة خطر الإرهاب والفكر الظلامي. إننا نقف هنا على ثغرة في الأردن على محاربة الإرهاب. لماذا نحارب الإرهاب؟ لأن الفتنة أشد من القتل، لأن هؤلاء يدمرون ولا يبنون، لأنهم شوهوا سمعة الدين، هذا الدين السمح الذي قام على أسس ثابتة واضحة من التعامل الإنساني. لذلك كان لابد علينا أن نكون في طليعة من يتصدى له، وقد شوه سمعتنا في العالم وجعل حياة كل مسلم وعربي يعيش في الخارج حياة جحيم وعذاب، وجعله هدفا لكل متطرف على الجانب الآخر. لذلك نحن نقول بأن هذه الحرب ضد الإرهاب هي حرب مقدسة واجب على كل واحد فينا، ونحن إذ نؤمن بالثورة العربية الكبرى ونؤمن بمبادئها لنؤمن أيضا بأن حرب الإرهاب هو جزء لا يتجزأ من تعزيز الوسطية، تعزيز الاعتدال، تعزيز قبول الآخر، تعزيز الحوار وتعزيز لغته. من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للمهرجان مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي إن رسالة الأردن تنطلق من رؤى واضحة وأهداف متسقة نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المحافل واللقاءات، فحريتنا في الإعلام كما هي في الفن الهادف سقفها السماء ضمن حدود المسؤولية والمهنية دون مس بالكرامة والإنسانية والأديان. الإعلام والفن لا يتغنيان بالماضي إلا لينيرا المستقبل، ولا يرتجف أمام الوهن، لأن حق الحرف أمضى من حد السيف، ورسالة الصدق ومقنات الخلود أبقى من سفر الترحال، والمجد لا يصنعه إلا أصحاب رسالة الحق والإنسانية التي نطلقها في الأردن ومن الأردن من رؤى واضحة وأهداف متسقة ينادي بها دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المحافل واللقاءات. فحريتنا في الإعلام كما في الفن الهادف سقفها السماء ضمن حدود المسؤولية والمهنية دون مس بالكرامة والإنسانية والأديان. من جهتها عرضت رئيسة قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة أبرز منجزات الجامعة العربية في قطاع الإعلام على مستوى الجامعة وعلى رأسها ميثاق الشرف الإعلامي. أصدرت جامعة الدول العربية العديد من الوثائق والقرارات التي هدفت جميعها إلى تعزيز وتعظيم دور الإعلام في خدمة الإنسان العربي والمصالح العربية العليا وتعزيز العمل العربي المشترك باعتباره ركيزة أساسية للتضامن العربي وصون الهوية العربية. ففي سبعينات القرن العشرين أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب ميثاق الشرف الإعلامي، وهو الوثيقة المرجعية الأساسية للإعلام العربي، وقد مر الميثاق بعدة مراحل من التطوير والتحديث وصولا إلى صيغته الحالية التي اعتمدها المجلس. وفي كلمة الدولة ضيفة الشرف للمهرجان قال وزير الإعلام في سلطنة عمان الدكتور عبد المنعم الحسني إن الإعلام يمثل جزءا من صورة حياتنا، لكنها الصورة الأقوى والأعمق أثرا. يمثل الإعلام جزءا من صورة لحياتنا، لكنها الصورة الأقوى والأعمق أثرا. والإعلام قوة ناعمة تعمل هذه القوة بمنظومة متكاملة، إما لخير البشرية أو لبؤسها وشقائها، ويبقى على الإعلامي الاختيار، إما أن يكون رسول سلام أو مفتاح خصام. ولأهمية الإعلام وعمق فاعليته كان لزاماً أن ينشأ له مثل هذا المهرجان
لما تمثله ويمثله هذا المهرجان من فرصة كبيرة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات. وفي ختام المهرجان الذي اشتمل على ندوات متخصصة في الإعلام ومهنيته، كرمت اللجنة المنظمة عددا من الإعلاميين والفنانين العرب والأردنيين، وقدمت لهم دروعا تكريمية باسم المهرجان. رسالتنا بأنه إحنا كأردنيين رسالتنا إلى العالم كله رسالة محبة ورسالة سلام. طبعا يحمل هذه الرسالة جلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني، وإن شاء الله دائما إحنا كأردنيين يكون لنا دور دائما وبصمة في إعلامنا العربي وإعلامنا الإقليمي. حقيقة هذا التكريم أكيد يعني بكبلنا بوابل من المحبة والاحترام للقائمين على هذا المهرجان. بحب أقول بهذه المناسبة إن شاء الله يبقى الأردن دائما منبرا ونبراسا في مجال الإعلام، الإعلام العربي المحلي والإقليمي، وبإذن تعالى نرى أنه إحنا ننهض بإعلامنا شيئا فشيئا تحت ظل القيادة الهاشمية. وبدي أتوجه أيضا بكل الشكر والتقدير لقناة نورسات الأردن. أبا الحسين، إليك اليوم تهنئة حبا نكللها للعرش نهديها. خلافة الله، خلافة الله في أحضان مملكة شاب الزمان وما شابت نواصيها. ويسجد الجنود إلى ما سمع الدنيا رسالتنا، وأن تحاصر ما في الأرض من صلبي. احتفلت شبيبات الروم الملكيين الكاثوليك بانطلاق المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب بحضور السفير البابوي المطران ألبرتو أورتيغا مارتن والمطران إلي حداد وعددا من الآباء الكهنة. المزيد في التقرير التالي. تحت رعاية المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن السفير البابوي في الأردن وببركة المدبر الرسولي سيادة المطران إلي حداد، انطلقت الفعاليات الشبابية والرسولية الكاثوليكية في أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك تحت تجمع المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب. وقد انطلق اللقاء الذي حمل عنوان تم شحن رصيدك في قاعة كاتدرائية القديس جورجوس في أم السماق، وبمشاركة كافة الفعاليات الرعوية والرسولية التابعة للأبرشية، حيث تخلل اللقاء فقرات روحية وترفيهية. وتحدث المدبر الرسولي سيادة المطران إلي حداد عن أهمية الشباب للكنيسة، وأن الكنيسة والشباب توأمان لا ينفصلان. أبرشية بترا وفيلادلفيا محطة حياة ليست محطة موت، خاصة أنه البابا يوحنا بولس الثاني اللي قال كلمة الشهيرة كنيسة بلا شباب كنيسة بلا مستقبل، ولكن شباب بلا كنيسة شباب ضائع. اليوم يا شباب وصبايا بالأبرشية الروم الكاثوليك بعمان، أنتم عنصرة جديدة، فلننطلق باسم الروح القدس، وهنيئا لنا ولكم بهذه الأبرشية المتجددة دوما، وشكرا. و
وأما الأرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقفي فقد تحدث عن أهمية الحوار بين الشباب وقال: الشبيبة وكهنة ورهبات من كل العالم التقينا مع بعض. الكنيسة المحلية كنيستنا في الأردن لما بتلتقي مع الكنيسة العالمية بتشعر لما بنصلي كنيسة جامعة مقدسة رسولية، تشعر هالكنيسة اللي في الأردن باتصال مع الكنيسة الجامعة ومع البابا. فكان وين ما نروح في شبيبة من أمريكا، من نيوزيلندا، بلجيكيا، والكل بنلتقي معهم بيسلموا، بنسلم عليهم. هالخبرة هاي بتشعرنا بأنه كمسيحيين إحنا إخوة من كل العالم. الحوار مع الشباب، في حوار وفي لقاء، كنا مع بعض دائما. وكمان تعلمنا نحط وقت للصلاة. بعض الأحيان إذا اليوم في كله نشاطات لازم نحط صلاة شخصية بالإضافة للقاء مع البابا. كنا نصلي مع البابا وكل إشي، ولكن كمجموعة نصلي مع بعض عشان نتجاوز الصعوبات. وعبر مشاركون من شبيبات مختلفة عن أهمية الخبرات الروحية التي اكتسبوها، ومن ضمنها مشاركتهم في لقاء الشبيب العالمي والذي أقيم مؤخراً في مدينة كاراكوفيا. وقدمت الكشافة معزوفات أثناء موكب اتجه إلى الكنيسة، حيث أقيم قداس إلهي ترأسه سيادة المطران إلي حداد. وفي نهاية القداس قدم المجلس الكاثوليكي دروعاً تكريمية لكل من راعي الحفل المونسنيور السفير البابوي، ولرئيس جمعية دار الكتاب المقدس، ولقناة نور سات الأردن على جهودها في التغطية الإعلامية لكافة نشاطات المجلس الكاثوليكي. وفي الختام تم تبادل الصور التذكارية مع السادة الأساقفة والتي تؤرخ لهذه الانطلاقة الرسولية لمجلس كاثوليكي شبابي. قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة إن الشباب هم الجبهة الأولى في مكافحة التطرف والإرهاب والقضاء عليه، وذلك من خلال توعيتهم بخطر هذه الآفة على الأسرة والمجتمع والوطن ككل. وبين الطراونة خلال محاضرة أقيمت في جامعة الزيتونة حول مكافحة التطرف والإرهاب ومدى تأثيرها على حقوق الإنسان، إن الدولة الأردنية دعمت منظومة حقوق الإنسان في كل المجالات من خلال رسم السياسات والتشريعات التي تعالج هذه القضايا. لا شك أن هذه جهود حثيثة تقوم بها الدولة بمختلف مؤسساتها بالشراكة الكاملة مع القطاع الأهلي والقطاع المدني. لا شك أن الدولة الأردنية تسعى جاهدة لإيلاء أهمية الاحترام للإنسان وأهمية حقوق الإنسان، وخصوصا ونحن مقبلين على مرحلة هامة من مراحل العمل الديمقراطي وهي العملية الانتخابية. فأيضا تم الحديث عن أهمية المشاركة الانتخابية ومشاركة قطاع الشباب والطلاب في هذه الجامعة، وأيضا من خلال البرامج الطموحة التي تسعى إليها الجامعات الأردنية للسعي الدؤوب تجاه تعزيز دور الطالب وتعزيز دور الشاب في منظومة العمل الديمقراطي وأهمها في العملية الانتخابية. تحدثنا في قضايا السلم المجتمعي، ومن قبل مختصين شاركوا اليوم بلقاء الطلاب. أيضا تحدثوا بإطار كيفية وآليات مكافحة التطرف والإرهاب. لا شك هذا موضوع يؤرق العديد من الدول العالم، وهو يعني يصيب المجتمعات العربية والعالمية. فبالتالي من واجب الدولة أن تؤسس لحوار حضاري منطقي مع فئات مستهدفة وهي فئة الشباب والطلاب.
وتناول المتحدثون جملة من القضايا المعنية بحقوق الإنسان وزيادة وعي الشباب، وبالأخص طلبت الجامعات بأهمية دورهم وتحمل مسؤولياتهم في خدمة المجتمع، كون الطالب هو المحور الأساس في أي تنمية. تأتي مشاركة وزارة الصحة في هذه الورشة لتوضيح الإنجازات الحكومية وما تقوم فيه وزارة الصحة من تقديم خدمات صحية للمواطنين الأردنيين، وذلك ضمن المنظومة الخاصة بحقوق الإنسان الصحية التي نص عليها الدستور الأردني، وقد وضحنا للطلبة عن كافة المهام والإنجازات التي تقوم بها وزارة الصحة للمواطن الأردني في مجال الرعاية الصحية ضمن منظومة حقوق الإنسان. حقيقة هناك دور رئيسي لوزارة التنمية الاجتماعية في المحور الثالث اللي بيتعلق بحقوق الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك، منهم الأطفال مجهولي النسب، منهم الأطفال الأيتام، منهم الأطفال فاقدي السند الأسري، أيضا هناك كبار السن، أيضا هناك الأطفال المعاقين والفئات المعاقة، حيث أن تقوم هذه الوزارة بإعداد البرامج حتى تضمن كافة الحقوق لإيصالها إلى مستحقينها. دور التوعوي والتثقيفي أنه كثير مهم جدا أن نركز على دور الشباب في هذا المجال، خاصة أنهم هذا الشباب يمتلكوا شبكات التواصل الاجتماعي وما لها من تأثير على فئة الشباب اللي هم أكثر عرضة للانتهاك والالتحاق بالفكر التطرفي. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الاحتفال بعيد التجلي حسب التقويم الشرقي، اختتام فعاليات مهرجان الأردن الثالث للإعلام العربي، الإعلان عن انطلاق المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك، في جامعة الزيتونة دعوة طلبة الجامعات بتحمل مسؤولياتهم في خدمة المجتمع. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.noursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.